بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم منطلقة على حضراتكم ثالث الأشواط منطلقنا بهذا التحدي الجميل وهذه السرعة المميزة الذي ينطلق بها هذه اللجنة المشاركة مباشرة. المركز الأول جلمودة مبارك بن علي بن سالم الوهيبي من ينطلق مع جلمودة على المركز الأول. المركز الثاني شواهين ناصر بن محمد الدويكي والمركز الثالث القادم هناك مع المركز الثالث اليازي أو من ينطلق في هذه اللحظات وانطلاقة أيضا اليازي محمد بن الرضة الوهيبي مع المركز الثالث والمركز الرابع القادم في هذه اللحظات أيضا حاملة رقم 2 سرابة حمود بن حمد بن حمدان الوهيبي. أعود إلى المركز الأول إلى جلمودة في مقدمة هذا الشوط الذي تنطلق بالبداية هذا الانطلاق منطلقة باحثة على الناموس والانتصار المميز بهذا الأداء الجميل وهذا الشكل المميز. لكن القدوم من المركز الثاني اليازي محمد بن الرض الوهيبي مع المركز الثاني لكن خلاص جلمودة من بعدت الجميع وانطلقت نحو المركز الأول بهذا التحدي المميز. تهانينا والناموس لمالك جلمودة مبارك بن علي بن سالم الوهيبي على انتزاع لهذا الشوط بدون منافس على الإطلاق. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كانت هناك مع المركز الثاني اليازي وأيضا محمد بن رضا الوهيبي المركز الثاني بشعار أيضا تركي بن حمد الحبسي على المركز الثالث. توقيتنا الزمني 44 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.